وصلنا للمرحلة الأهم، المرحلة الصعبة بالنسبة لنا ولجنة التحكيم والمشتركين والمشاهدين كلهم والجمهور. ثلاثة مشتركين يعتبرون من أجمل الأصوات اللي شاركت في برنامجنا: فيصل من المملكة العربية السعودية، ميسا من تونس، وأسمى من المملكة المغربية. واحد منهم للأسف بيغادرنا لهذا اليوم، واحد بينقذ التصويت، واحد بتنقذ لجنة التحكيم. وكالعادة بنبتدي مع لجنة التحكيم. مش مع تيارا اليوم، ارتاحي، مو مع حسين أسيري بنبتدي، تفضل. ليش يا سعود؟ دائما تخليني في الموقف. نور تأشر علي تقول صوت لي. كرعوني كرعوني، قطعوا علي العلم. احنا اليوم محتارين، انا وايد محتار. ثلاثاتكم غنيتوا حلو مثل ما سويتوا فينا الاسبوع اللي طاف، لكن مضطرين ان نصوت، كل واحد يصوت لشخص. اليوم انا اصوت لاسماء. صوت واحد لاسماء من المغرب. اول صوت لاسماء من المغرب. فايز السعيد تفضل. فايز يلا. شوفوا غيري والله ورطة، يعني ثلاثة نجوم شو أسوي؟ أخ الحيرة. بدون ما أشوف ميسا من تونس. صوت واحد لأسمى وصوت واحد لميسا من تونس. الله يخليك. خلاص أبو خالد أنا ما أقدر أرد لك قلب يارا، يعني عزيزة وغالية، بس الكلمة عندك، تفضلي. والله الصراحة أنا متوترة، يعني هالمرة متوترة أكثر من المرات اللي قبل، بس ما بقول. ليش؟ يا الله والله صعب. طيب بما أني الأسبوع الماضي أعطيت صوتي لأسمع، هالأسبوع رح أغير وأعطي صوتي لميسا. صوتين لميسا من تونس وصوت واحد لأسماء. أبو خالد عندك القرار، يا أن ميسا تتأهل، يا أنك تعادل النتيجة بأسماء ونعتمد على التصويت، يا أنك تعطي صوتك لفيصل وأيضا تكون ميسا هي المتأهلة. صوت عندك. طبعا بريكوشا أنا آسف أني راح أغير رأيي، وأنا أحبهم الثلاثة يعني، وأصواتهم مميزة عندي. مثل ما تسوي فيني أسوي فيك. خذ راحتك، عندي النتائج ترى. آه. النتائج الثانية يعني عندي موجودة. أوكي. فأنتم منو مؤهلتوا عندي الباجي، بلعب أعصابك بلعب أعصابك يعني. يعني الإخوان ما قصروا، كل واحد اختار اسم، ولكن أنا من ناحيتي وأدري أماني الحين قاعد تبكي تقول الله. فيصل من السعودية. الصوت لفيصل من السعودية. إذن اللي تأهل معنا ميسا من تونس، ألف مبروك. أهلت مبروك لجنة التحكيم. يا ميسا. تفضلي. بين فيصل من السعودية وبين ميسا من تونس. أسمى من المغرب. أسمى من تونس، سامحين، من المغرب. شكلنا في نهاية الحلقة. أسمى من المغرب أو فيصل من السعودية. النتائج وصلت. فيصل يقول وخلصني. اللي حصل على أعلى نسبة تصويت من بين أسمى من المغرب وفيصل من المملكة العربية السعودية، اللي صوت للجمهور أكثر هذا الأسبوع، واللي بيظل يحارب في طريق النجومية والحصول على لقب نجم الخليج، هم الاثنين ما ودنا نخسر حد منهم، هم الاثنين متميزين، هم الاثنين نجوم نعتبرهم، لكن هذا هو البرنامج، واللي تأهل يلا نتفت أصابعي يلا سعود. الكعبي سعود الكعبي. أسمى من المغرب.
اسمح لنا يا فيصل. ألف مبروك لأسماء من المغرب. والله يوفقك إن شاء الله. نتمنى من فيصل من المملكة العربية السعودية أن يكمل طريقه إن شاء الله، والله يوفقه. هذه الحلقة يا نور. وهذه البرنامج وهذه القوانين طبعا أتمنى لهم كلهم التوفيق. وقبل ما أودعكم حابة بس أشكر لجنة التحكيم فايز السعيد، يارا، عبد الله رويشد، أكيد حسين أسيري. تصبحون على خير. ونحن نشكرك أنت يا نور. وأيضا مشاهدينا أحب أذكركم أن حلقتنا القادمة إن شاء الله بتكون يوم الأحد 6 نوفمبر أول أيام عيد الأضحى المبارك، والله يتقبل إن شاء الله من حجاج بيت الله المبارك طاعاتهم. مشاهدينا لا تنسون تتابعون يومياتنا من يوم الأحد للخميس كالعادة في وقتها المحدد اللي هو الساعة 7 المساء. شكرا لمتابعتكم لحلقتنا لهذا اليوم، حياكم الله.